بهدف التشجيع على القراءة ونشر ثقافة المطالعة، أقامت جامعة البصرة المعرض الشامل للكتاب بدورته الثانية بمشاركة نحو 15 دار نشر عربية وعراقية، وقد تنوعت عناوين إصداراتها، والغاية الأساسية توفير ما يحتاجه الطلبة بمسيرتهم الدراسية من مراجع ورقية يشكون من نقصها. المعرض ليس روتينا، وإنما هو له أهداف محددة. الهدف الرئيسي من المعرض هو توفير الكتاب المساعد المنهجي للأستاذ والطالب. وكي يكون الكتاب في متناول يد الجميع، فقد بيع بزهيد الأسعار بعدما أجرى دور النشر تخفيضا على قيمته من أجل إرواء ظمأ القراء وزيادة أعدادهم. هناك تخفيضات أجرتها دور النشر المحلية على المنتجات مالته، وأيضا مصادر متنوعة للكتب في مختلف مجالات الحياة المعرفة. الإقبال على المعرض كان جيدا من قبل الراغبين بالتزود بخير جليس، فالكتاب ورغم تنامي الوساط الإلكترونية المجانية ما زال يشكل القبلة الفكرية الأكثر موثوقية بالنسبة للباحثين عن المعرفة. الكتاب الإلكتروني أخذ دور، يعني أخذ مجال كثيرا من المطالعة. يمكن أنه الكتاب الورقي لم يأخذ مساحته في هذا الجانب، ولكن يبقى الكتاب الورقي هو مبتغى وغاية الطالب. هيك يعني معارض انه تفيدنا، خاصة احنا هسه الشباب انه اكثر شيء يعني بالتهين بالشبكات التواصل وهذا، يعني قليل القراءة. وكانت مساهمة دور النشر العراقية هي الاكثر قياسا بنظيراتها العربية، كونها تعتبر معارض الكتاب هي الفرصة الانسب لتسويق اصداراتها. المعارض في العراق هي السبب الوحيد للتسويق. غير المعارض نجد صعوبة في عملية التسويق بسبب توجه القارئ إلى الأنظمة الإلكترونية. مع كل ما توفره الشبكة العنكبوتية من مصادر معرفية، لكن يبقى الكتاب خير جليس في الزمان. سعد قصي، الحرة، مدينة البصرة.